الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمرضى وعائلتهم وشريك الزواج، نقدم فيه رعاية طبية مجانية في مستشفيات الأمراض المعدية اللي بنسميها مستشفيات الحميات. والحمد لله ابتدينا السنة دي من 2004 نوفر الأدوية المضادة لفيروس الإيدز لعدد كبير من المرضى، وإن شاء الله في بداية 2005 هنوفر أدوية إن شاء الله لجميع المصابين أو مرضى الإيدز المحتاجين لأدوية فيروس الإيدز. مصاب بفيروس الإيدز وأهلي كلهم عارفين بيتعامل معه طبيعي، وعارفين طرق الوقاية وطرق المعاملة مع حامل الفيروس، ونفس الناس تعرف طرق الوقاية عشان تعرف تعامل المصاب ازاي وتعايش معاه. وبحضر مع مجموعة الدعم وافادتني جدا، وبعرف كل جديد بالنسبة للمرض والحمد لله. المرأة كمان مسؤولة عن رعاية المريض، فبتبقى الأم بتيجي لو ابنها مصاب لو جوزها مصاب بتسأل مين تاني هيرعاه. بنلاقي للأسف مازال الناس بتخاف جدا من مرض الإيدز، وكل الناس بتنفض من حول المريض، بيفضل له زي ما يا إما أمه يا إما مراته يا إما بنته. فالأنثى هنا دورها مهم جدا في العلاج اليومي للمريض. المريض الإيدز أو الشخص المصاب مش لازم إن هو يقعد في مستشفى أبدا. بنحاول بكل طريقة إن كل مريض حتى لو ما عندوش الكم الكافي من الفلوس إنه يصل للعلاج في الوقت المناسب. وأصبح الآن بنقول علاج وليس شفاء، علاج. زي مريض السكر ما بياخد الدواء وبيعيش طول عمره بيه، برضو مريض الإيدز النهاردة الفيروس بينزل خالص. ونفسي تشوفوا معانا كم المرضى اللي خدوا العلاج وشكلهم بقى إيه في خلال فترة وجيزة جدا. العلاج ده من أهم التحديات لتوفيره في مصر هو غلو ثمن العلاج، ولهذا تتعاون الهيئات الدولية وخصوصا منظمة الصحة العالمية وبرنامج مكافحة الإيدز لمساندة الحكومة المصرية لعمل بالتفاوض مع شركات الأدوية لتوفير هذا العلاج. وفي نفس الوقت بنعمل على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لحامل الفيروس لمساعدته على أن هو يتابع حياته بطريقة مفيدة للمجتمع، بدل ما يخفي هذا يخفي إصابته وينقل وتنقل الأم للطفل وينقل الزوج للزوجة. بقول للشباب اوعى تقع في الاغراءات، قدامك اغراءات كتير، خليك حذر ان دي اكتر وسيله بيقع فيها الشباب. اعرف اكتر، اقرا اكتر، هتعرف حاجات كتير. احب اشكر كل المهتمين بينا وبالمحنه اللي احنا عايشينها، ومساعدتكم لينا ولكل شباب مصر هي اللي بتدينا الامل لبكره. According to the statistics provided by the United Nations AIDS program, this number you now see on the screen is the approximate number of new victims infected by HIV during your viewing of this film. Therefore, we might find a role for each one of us as partners in one world to confront the HIV virus, enemy of mankind. تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك بيبدأ البرنامج الوطني القومي المصري لمكافحة الإيدز مرحلة جديدة من العمل في هذا المجال. الحقيقة هدفنا في هذا المرحلة هو تكثيف التوعية وتكثيف الإعلام وتكثيف المعرفة وتكثيف التدريب بين كل فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب، وأيضا في كل المواقع في مصر. هدفنا القومي هو الحد من هذا المرض، هو منع هذا المرض، هو الوقاية من هذا المرض. وخير وسيلة للوقاية من هذا المرض هو التوعية والمعرفة والعمل في هذا الاتجاه لكل فئات المجتمع. وشكراً.